محمد صفرو. شنو من المشاكل اللي كاينه في هذا المركز؟ هذا المركز هذا راه موسخ وكيدخلوا الشماكريه بالليل ياك فهمتيني، وكيديروا مشاكل سميتو كاع بالليل، ما كاينش اللي يدوز من هنايا، هذا لافاس هذا ما كاينش اللي غيدوز منه، الشماكريه كيسكروا هنايا وكيدخلوا البنات هنايا، ما كاين حتى البنات. اييه يعني جميع انواع ديال الاجرام كاين هنا. الاجرام كل شيء كاين هنا. وبالنسبه للسكينه ما عمرها دارت شكايه؟ والله ما عرفت واش داروا شكايه ولا لا، عشان نقول لك ما عرفت واش داروا شكايه ولا لا. قلتي ما كيدوزوش من هنا، واش كيوقع الكريساج؟ ايوا بعض المرات راه سميتو الاخر هنا الا داز شي واحد بالليل راه قد يوقع الكريساج. يعني يشفروه؟ يشفروه يحيدوا لي داك الشيء، واخا غير البورتابل ولا غير. الرساله ديالك للمسؤولين ديال اللي يشفروا؟ اش غنقول لهم؟ راهم شافوا هذا الشيء كلشي، المسؤولين راه شافوا هذا الشيء وعملوه، والله حتى عملوه، ولكن ما عندنا ما نقولوا حنا المواطنين، اش غنقولوا؟ المواطنين واخا تجمعهم هنا يهضروا ولكن ما كاينش اللي يتسنى، ما مسوقينش كاع. شحال المده تقريبا هو مجهور؟ اش غنقول لك؟ شي 5 سنين هذه ولا 6 سنين، لا ما كاينش، راه كان نقي زعما ما طايحش، غير تشقوا داك الشيء ولا خافوا لا يطيح، حيت شافوا هذا الجامع غادي يطيح وطيحوا الجامع وقالوا حتى هذا غيطيحوا، ولكن هما سمحوا فيه سميتو، لا وردوا لها الجهه السبيطار ديال الحومه، ولكن داك الشيء مضيق، الدكتوره في بيت، الماجور في بيت، وكتبقى برا وكيبدا يعيطوا بواحد واحد، واش حتى الكينه الا بغيتي تشدها من السرج ما تشدهاش من الجهه الاخرى. علاش بالضبط كاينه غير الجامع والسبيطار اللي وقعوا هذا المشكل ما بقاش في الديور؟ ما بانينش على الصح لحقاش، الماء كاين لتحت فهمتيني، الوال كاين لتحت وهما ما دارش السواري كما كان باغي فهمتيني، داك الشيء باش تشقوا وداك الشيء ولاو طيحوا الجامع، وما راه الجامع كانت اكبر جامع في صفرو هنا وطيحوها، ولاو دابا كيبنيوها، كان المقاول الاول شدها زعما اهملها داك الشيء داروا، ماشي هو هذاك ولا شدها واحد المقاول اخر، ولكن غير المحسنين اللي كيبنيوها ماشي شي حاجه، كنتمناو يصلحوا هذا السبيطار هذا يصلحوه. ايوا خصو هما اللي عارفين، واش حنا نفهموا عليهم؟ المسؤولين ما غنفهموش عليهم. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.